مين؟ أنا أبو نسب. مين؟ أنا أبو نسب. تنسى ما وضد؟ أنا أبو نسب. دول 2 كيلو موز و ارميهم في الأرض. ارميهم ونص برتقال عشان نحلي بيهم بعد الغدا. صباح أيام بركة يا حريص. اتفضل. يصبح. أهلا أهلا. ازاي ده؟ انا تصدق بالله انا الحبايه اللي خدتها منك امبارح، اسكت، عملتني 14 حصان، رجعتني لايام الملك فاروق. تصدق يا جوز بنت غالي انت؟ لا لسه ما بقتش جوز بنتك. ليه خسعت كده من اول يوم؟ بشر العطل مش مني، العطل منها، هي اللي محجره دماغها. يا بشوق بالهداوه بالهداوه يا بشوق، دي لسه بنت بنوت، شويه ملاعبه شويه ملاطفه. هو انا اللي هفهمك؟ ده انت شغلتك شغلتك المحايله والملاعبه والملاطفه. لطفت وحننت ودعبت ومفيش فايده، وفي الاخر ايه؟ رفعت عليا السكينه. يا بنت المجنونه طلع لامها بنت ليه؟ طب انا كنت جاي اطلب 700 جنيه. ماشي يلا خيرها بغيرها. اشرب والله. ايه ده؟ مش صدع مش عايش يا راجل، حد يصدع؟ بالراحه يا عم. هو عرسوس ده طعمه غريب. تصدق انا كنت جاي اطلب منك 700 جنيه بس ما دام الليله باظت خليها اليوم تاني بقى. بس يا حبيبتي بس ما توجعيش قلبي. انا مش عارفه يا اما اللي انا عملته ده صح ولا غلط. ما هي برضه ما حصلتش انك ترفعي عليه السكينه. مش طايقاه يا اما، مش طايقاه. معلش مدام رديتي استحملي، اهي جوازه واتفرضت عليكي. بصي يا حبيبتي اللي يجيكي غصب خديه بالرضا عشان تعرفي تعيش. لا يا ماما مش عايزه، مش عايزه يا ماما، انا غدري.